طبعا فكرة 15 و20% وبعد العيد ممكن تبقى 30، دي سببها ان هم شاريين بسعر الدولار الغالي وفي كميات موجودة فمش هيقدر يضغط عليهم اكتر من كده، ولا ايه رأي حضرتك؟ اتفق مع حضرتك تماما، بالاضافه كمان لنقطه كمان ان هو تدبير العمله الاجنبيه النهارده بيتم في البنوك. يعني احنا بنشوف الافراج من المواني عن حوالي، تم الافراج بالفعل عن حوالي 2.8 مليار دولار، وفي جاهزيه افراج عن شحنات بحوالي 1.8 مليار دولار ليصل المجموع لحوالي 5 مليار دولار. ال 5 مليار دولار دول بالفعل تم تدبيرهم من البنوك الموجوده في السوق المصرفي عند سعر النهارده بيتراوح وفقا والمعلن النهارده حوالي 46 جنيه. السوق الغير رسمي كان، لا ده الدولار عالي النهارده يا فندم، الدولار عالي النهارده وصل 47 وشويه تاني. لكن في النهايه لما نيجي نقارنه، انا بقارنه باللي كان قبل موضوع تحريف سعر الصرف، وصل حوالي 60 و65 جنيه. لا 75 كنا وصلنا كمان. ايوه وصلنا تمام. كان كل منتج سلعه او كل مستورد لسلعه كان بيسعرها وفقا وما يتراءى لي من سعر للدولار. فبالتالي لما بنقول المتوسط كان 65 جنيه، النهارده 46، فبنتكلم حوالي نزول بما يعادل حوالي 41%. طيب كان حصل اتفاق على الهوى، السيد الرئيس قال للدكتور مصطفى في اخر لقاء جماهيري يوم عيد الام انه خدوا 2-3 مليار وهاتوا سلع رئيسيه ودخوها في السوق عشان الاسعار ترخص، هل في جديد في هذا الامر؟ بالتاكيد الدوله بتحاول انها توفر سلع في المنافس بتاعتها، بتحاول توفر السلع كمان اللي فيها عجز. يعني لما بنشوف النهارده المليون طن سكر اللي الدوله النهارده بعت انها تجيبهم بحيث ان يكون هناك ضخ للمعروض من السلع عشان يجابه النهارده الطلب، لان المشكله برضو كان هناك نقص في المعروض، وبالتالي نقص المعروض من السلع كان بيؤدي الى ظواهر الاحتكار اللي كان بنشوفها، الممارسات الاحتكاريه اللي كانت بيتم ممارستها من بعض التجار. تمام يا فندم، النهارده لما بيحصل توازن للمعروض من السلع اعتقد مع الوقت تدريجي هنصل الى حاجز ال 30 او 40% تخفيض في اسعار السلع بالفعل. نشكرك جدا يا فندم استاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي.